يا مرحبا على القوة إن شاء الله. يا مرحبا أستاذ. إن شاء الله. كيف الحال؟ نحمد فواز الله. الحصة اللي راحت سوينا شغلة خفيفة علشان نكملها اليوم. بإذن الله. اليوم بإذن الله راح نجهز السيستم كامل. جميل. طيب بحيث إذا أسعفنا الوقت الحصة الجاية بإذن الله يا نحن نستصلح الأرض أو يمكن نزرع فيها. يا سلام. يعني اليوم بس بنضبط المويه ونكمل شغلنا اللي راح. بالضبط. إذا بدنا نزرع كل, كل واحد من الشباب على حسب كيف بيوزع الأشجار يحط النقاطات هذه عنده. أنت أنا بس عندي أمانة. إيه. جتني أمس من الأستاذ عبد الله بن فايز أستاذ الحلول. إيه. فقلت خلني أعطيها الأستاذ محمد العطوة عشان هو أفهم منه. ما شاء الله بذور. فهي بذور. يا سلام. أتوقع القرض الأثيوبي. هذا سدر. أيوه. وهذا قرض. أيوه. وهذا سدر وقرض هذه. فحط الكل طالب ممتاز ممتاز حبه قلت انت اللي توزعها بحكم انك مختص الزراعه الله يعطيه العافيه هذه جميله يمكن ناخذها في اخر الحصص حتى نحطها مستقبلا هناك على السور ونخلي الري يشتغل عليها حتى مع الوقت والباقي نوزعها بينهم باذن الله اي لقيت الله يعطيك العافيه خلاص شكرا لك استاذ محمد الله يعافيكم وعليكم السلام مرحبا اهلا وسهلا الله يحييك يلا حي يلا حي كيف الحال ساك طيب كيف اموركم طيبين ساكم طيبين الله يعافيك اموركم طيبه والله بخير يلا يا شباب جاهزين طيب شوفوا الحصه اللي طافت زي ما انتم شايفين تذكرون سوينا زي النهر صح النهر وكل كل كل فريق سحب منه خط له صح طيب الان اليوم باذن الله راح نكمل المشروع طبعا كل فريق يشوف هو كيف بيزرع الزراعه حقته بيحطها خط مستقيم بيحطها دوائر ويمشي الهوز الاسود هذا على الطريقه اللي بيزرع فيها اذا بتزرع مستقيم حط الهوز مستقيم اذا بتزرع دوائر حط الهوز دوائر ركزوا معي طيب فأنت حاول من الآن تخيل كيف بتزرعون الحصة الجاية بتخلونها زي ما هي ولا بتغيرونها أوكي الأمر راجع لك طيب لأن الحصة القادمة هي اللي بنزرع فيها بس لازم تأسس من الآن الطريقة لأنك بتحط قدام عند كل واحدة بنعطي المشرفين تحط النقاط اللي بيبدأ يصب من عندها الماء طيب فإذا حطيتها خط وزرعت دوائر ما راح يجيها الماء نرجع في نفس المشكلة اللي بدينا فيها تموت من قل الموية طيب فكل فريق أول شيء يجلس 5 دقائق مع بعض ويفكرون يتخيلون لي شكل المربع حقه مش يبغونه زراعتهم اللي بيزرعونها يعني زي مثلا الفريق هذا شوفوا حط له زينة دوائر وخط مستقيم ولا تبغون تحطون 4 كذا وفي النص واحدة الموضوع مفتوح للمشرف وإبداعات طلابه طيب تخيلوا الشكل النهائي لما تبدا الورود كيف تكون وقسموا الاهواز عليها طيب ما له شكل الماء بيوصل فيه كل النواحي ما عندك مشكله ما تخاف طيب استاذ الحلول اللي اعطاكم هذه مشكورا هذه هديه قيمه ترى طيب راح نتعلم ان شاء الله في اخر حصه كيف نزرع البذور وكيف نحافظ عليها واذا زرعناها مثلا في حوض كيف بعدين نقولها في التربة ولا في الحوش؟ أي بنتعلمها. طيب تعال راح عطني الكيس الأزرق هذاك اللي فيه القفازات. في واحد من طلاب الأخضر يروح يجيب موية لأخوياه لأنهم كانوا في الإذاعة. حق. وما قصروا اليوم في إذاعتهم. نبغى نصفق للشباب. والله إذاعة قيمة. فواحد ممكن يجيب لأخوياه موية. طيب اليوم يا شباب بنتعلم نشتغل بالقفازات. طيب. ايوه انتوا عارفين ليه نظافه الشغله الثانيه سبحان الله عشان ما حد يتعور طيب ها شوك بعض المواد اللي نستخدمها بتكون يعني لا عشان بعض شو اسمه بعض الادوات شوي فيها حاده خايفين عليكم على يعني استاذ هذه طيب. معنى من الشوك كذا اي حاجات بسيطه ايوه عط كل واحد حبتين طيب عط فريق عشان اللي خلص يطلع خلي خضر شوي خليه يريح بعدين خلوا عط الباقي ايوه طيب يا شباب
فيه الأداة هذه اللي تخرم الهوز. طيب أبغاك أنكم تكونوا حريصين معهم عليها، لأن يعني هي تخرم بعدين تجي أنت تركب النقاط. خليني أوريكم إياها. حلو ها؟ أنا من مبدأ يعني سلامة الأطفال بس. إيه روحوا. روح روح عشان تركب هذا لازم تفتح له طريق. طيب ايش تسوي انت؟ تجيب الهوز هذا. ايوه طيب بعدين خلاص تجي هذا وتضغط ضغط بس تركب. ايوه ايوه سهل جدا. اي سهل إيه. بس هذه ودي انها تكون مع المشرفين. اي خلاص ما ودي الشباب. اي سبحان الله صدق. اوكي اوكي معك استاذ فيصل. اثنين اوكي. اي كله انا لا انا حسب إيه. الشباب كل واحد يكون مع واحد. طيب يلا جاهزين يلا. اوه دقيقه 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 انا ما وري. دقيقه يا شباب لحظه 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 نسيت اكبر اهم جزئيه. دقيقه شباب دقيقه. يا شباب اسمعوني يا شباب. طبعا هناك هناك اجلس. دقيقه اجلسوا اجلسوا اجلسوا. هذا اهم جزئيه يا شباب. هذا اللي تكلمنا عنه شفتوه. هذا يعمل بشكل اوتوماتيكي مبرمجه هنا على الوقت اللي نبغاه. بنخليه باذن الله يفتح مره الصباح ومره في الليل. من هنا هذا بنشبكه في الحنفيه. خلوكم معي شوفوا هذا حتى اذا حد اشتراه بعدين في البيت تقدرون تعرفون كيف تشغلونه. طيب الجزئيه هذه تركب في الحنفيه فوق. طيب وهنا نركب الهوز اللي مديناه ورا وخلاص. كل مره يجي الوقت هذا يفتح يخلي المويه تمشي، واذا انتهى الوقت يقوم يقفل. طيب هذا مؤقت الري الذاتي. اوكي عرفتوه. هذا برمجه. ها هذا برمجه. اليوم بنجهزه الحصه الجايه بنبرمجه باذن الله. انا اليوم جهزت شكرا. انا اليوم جهزت الوقت والتاريخ. طيب بحيث انه يكون جاهز اذا اسعفنا الوقت ركبناه وجربناه اليوم، لان احتمال فيه قطعه يمكن ما تركب هنا. هذا كبير وذاك صغير. بس يبغى لنا شيء الحصه الجايه نضبط. نضبط ان شاء الله بس باذن الله. اوكي طيب يا شباب اللي جاهز يروح مع المشرف حقه وفي المربع حقهم واجلسوا. اي خلاص خذ القفازات اجلسوا خمس دقائق فكروا في الشكل اللي تحتاجونه. ها هذا اللي خرق ال لا خذ لك واحد يلا. ها لا لا هذه لا تاخذونها عطني. ها كل ها كل واحده شجره غير. انت بتعطينا يعني هذه سدر وهذه نبته ثانيه. يلا 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 يا شباب يلا عشان الوقت. ايش الاحسن؟ ها؟ ايش الاحسن؟ كلها جميله يبغانا نشوفها بعدين. انا ما ادري وش هي بالضبط. يلا يا شباب. ايه ايش؟ فيصل عندكم شيء؟ بنفسجي ماسككم. تخيلوا الورد، تخيلوا هنا بيكون ورد. كيف تبون شكله؟ طيب عطني ده. بس اذا بعطي محمد دنا. ها؟ ولا تستعد اذا جاء. اذا جاء ما عليه. خلاص. خلني بكون معهم. اي فريق؟ لا 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 فيصل بيمسك فريقين وعبد الله بيمسك فريقين مع فاصله. باقي واحد اخضر. جاي. يلا. واللي كان معه في الاذاعه. طيب يلا. بس انا كيف اتكلم نجي؟
ها؟ لين يجيبها أكفيك. لا لا ماني مسوي بها شيء، بس أبغى أوريك كيف يستخدمها بس. يلا يا شباب اتفقوا، كيف الشكل اللي تحتاجونه؟ تخيل الشكل اللي بتزرع فيه كيف بتخليه؟ بتخلونه سيدة؟ زي الدودة كذا. لا لا مو زي الدودة. شباب 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 سكر الماء. شباب 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 اليوم ما عندنا استخدام للماء، ما في. كيف بتسوون شكل؟ ما عليكم النبتة الحين يا عيال زقزاق. ها؟ لا لا الأسبوع الجاي كيف تبغون تزرعون؟ تبغون تزرعون نفس الطريقة هذه؟ ها؟ ثم هنا واحدة وهنا واحدة والأخيرة هناك. لا لا خلي كذا واحدة هنا واحدة هنا واحدة. أو نجمع هذا كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا هنا كذا قصدي هنا 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 حلوة. بين كل فتحة وفتحة كم ممكن مساحة؟ على حسب وين وين بيزرع. على حسب كل نبتة تأخذ حبة. أيوة أنت هم إذا حددوا وين بيزرعون طيب أول افتح له فتحة. طيب طيب أبشر. عشان كذا أنا أقول لهم لازم يجلسون ويتفقون كيف بيكونوا يزرعه. طيب يحط شكل الهوز. حلو. حط شكل الهوز خلاص يقول هنا نبتة هنا نبتة هنا نبتة. سمعتوا يا شباب اتكم. لازم تحددون أول شيء النبتات أماكن النبتات. إيه لأن كل نبتة لازم عندها نفتح فتحة عشان الهوز. عرفتوا؟ كيف تزرعون؟ ها؟ ما عليه ما عليه ما عليه كيف تزرعون؟ نفس ذا يمدينا عادي على كيفك. يا احمر يلا دقيقة وين الأول؟ عطني الأول أول واحدة. لا انتم بختاروا ترى ما انا من اختار انا عشان خلاص نحدد. وين تعال نجتمع وانت بتشوفون النفتة هنا بتزرعون هنا الزرعة موجودة اصلا ازرع مكان. طيب فيصل انتم حددتوا مكانكم؟ ايوه احنا هذا لاينا ذا. لا اصبر طيب بس انا اشوف انها ضيقة عندكم انتم عشان ما ابعد شوي. كيف؟ هنا بالتمام ترى ما تتغير اذا خرمت يقول الاستاذ محمد. ها مربع ولا دوائر؟ طيب ابعدوا خلاص هذا الحين سوى دوائر. ها هذه بتجي يروح اسحب ذا. اي والله العرب خلهم يشلون اغراضهم من بلادنا ومحان بلادنا. اسحب من قال حقي غلبني الرجال. شوفه والله شوف الحرارة كيفي ما متقدمه متقدمه علينا متر. دقيقة خليني أمتر. يلا يا شباب خلاص ما نختلف. يلا تعال تعال خلينا نشوف لينا لينا يا شباب. وخر خليني خلاص. طيب سيدة طيب اسمعني اسمعني واحد يروح يسحب هذا. اسمع اسحبه سيدة. أيوة سيدة أيوة الحين سيدة صح؟ أي خلاص نزله خلاص. لا 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 خلها سيدة كذا خلاص خلاص خلها كذا خلها كذا. ايوه وخر بدر خلها بدر. بجيك 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 خلاص خلاص لا تسحبه خلاص. هذه خلاص ايوه وين؟ هذه هذه عشان تمسكه ما تجي كذا. كيف انا تمسكه؟ اوريك. طيب اسمع لا 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 اسمعني 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 الحين 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 كم واحد انتم؟ خمسة. خمسة؟ طيب ها؟
انتوا بتقولوا بتخلون عشان هذه أيوة. تجي تحت. شفت الحين بنحط هنا واحده صح؟ ايوه واحد ها خلاص هنا ها يلا بسم الله امسك يا زهراني لا تقلدونا حدود حدود خلاص بس لا تسوقوا انت خلى هذا حق اللي والثانية هنا خل نحدد للمكان اللي بعده هاي وش تبي يلا يلا كم نزرع ها هنا مكان نزرع هنا مثلا قدامها يا ها ها معاك عبد الله كم نزرع هنا احنا طيب هنا جيبها هنا لا 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 كذا كذا تجي على هذا هنا هنا وخر معاد هنا تجي حبيب قلبي شفت كذا ايش اللي كذا تحب الضاربه هنا هنا سيده كذا اسمع اسمعني اسمعني معاك شكل حلزوني كذا عادي هنا نحط وين الحين نحدد احنا هذا وين تبغى خلاص طيب نبي نشيل هذا طيب بس شوف الجذور شوف يا حبيبي هون دافنها مدفون عشان اغسل نبتتي الله يرحمها بس بغسل نبتتي الله يرحمها قبل ما تدفنها انا بعد اصبر بس اغسل قبل لا عمي مويتيك مويتيك اصبر اصبر واشرب انا اول الله يرحمك مو كذا تغسل ميت كذا تغسل ميت الحين كل واحد في مكان ما انتم متفقين قاعد ندفن تعال هنا قم لا لا قم قم قاعد ندفن قم قم انت وياه قم 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 عطني الموت قم 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 يلا 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 كذا ها كذا كيف كذا اتفقنا كذا زقزاق ها زقزاق طيب دقيقه خلني اوريك قم 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 شوي اخر شكل حلزوني واخر انا اوريك حلزوني ولد 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 بنشيل هذه كلها دفنتها بنشيلها دفنتها نسوي زي كذا طيب هذا امسكه هنا امسكه دقيقه طيب امسك هذا هنا هذا انا ما عندي نبتة يا استاذ ما في نبتات الحين يا ابن الحلال ما في شيء الحين خلاص ادفنها ادفنها الحين خلاص كذا تبغونها زقزاق يا عيال انت قصدكم كذا ايه يا استاذ خلاص ها مد سيده دوار مد سيده ليش انتم مخلينه هي يروح كذا استاذ سفيصل ما عليه ما عليه خلي النبتة صغيرة صح؟ لا تجي تسوي دي بالضبط جددها عادي بس هوزكم قصير ما تقدر تودي دايرة تبغاه دائرة نفس اول استاذ استاذ لا 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 احد يجيني بدون ما يتفق معي نبي نبتة كذا شو بتسوي؟ نبتة كذا بتحط واحدة هناك خلاص ناك يلا يلا ها؟ يلا ايش نسوي ذا الحين في فصلنا الحين حد وين تزرعونها وش بعدين اذا جبنا زرعات لازم تحدد مكانها اي بنحدد خلني بوري دقيقه بوري لا انا نفس مكانها يا استاذ نفسه والله ذي تراك داخل برضه انا تراكم برضه انا انت عاد الله لا يهين كش تعيدين تعال اوريك خلاص عطني واحد تكثر اللوم هذه انت تستخدمها ها شوف تي استخدمها انا اي هذه هذه ايوه عشان ما يتعورون الشباب الحين بتحدد الحين النبته وين بتزرعها بتقول لي والله بزرعها هنا لا
لا اسال طيب. نفس مكانها كذا. لا لا خلني اشرح للمشرف دقيقه. انا بعطيك مثال، انا قررت والله اني بكره بزرعها هنا، تجي وتفتح لك فتحه بهذا. طيب الله هذا أيوه. وتجيب هذه النقاطه وتحطها هنا، تحطها على هذا وتضغطها. ها يا سلام. طيب حلو. ايوه خلاص اذا جينا بكره بعدين بس يصير نفتح هذا خلاص وتصير يصير ينقط عندها ينقط. أيوة. حلو حلو حلو. فانت الان تحدد كل نبته وين تزرعها وتحط عندها نقاط. تصدر على نفس الامر. طيب حلو حلو خلاص. نزرع على هذا المكان ذا نفس على كيفه على كيفه. بس اهم شيء هذا لا يستخدم الا انت. اي زين زين. هذه الساد النبتات. اي ما انا هذا كله بنغيره الاسبوع الجاي. طيب امسكوا. اليوم بتخططوا اليوم تخطيط جديد وزراعه جديده الاسبوع الجاي. نبي نفس المكان نفس المكان. نحضر. لا يقول لا تستخدمون. ليه سماي بحاجة. لا حد. على حد حاد على المطار. لا لا ما نطلنا ما نطلنا. ولد. قوم عبد المحسن. عبد المحسن. قوم. يا استاذ محمد. أبي جيب موعد دقيقة. استاذ محمد. سمع. محمد. سمع اسمع اسمع ذيك. خلاها في النص. استاذ محمد أنا عندي فكرة. نبي نجيب. احفظها عشان بسألك عنها. أوكي. كيف حالك يا سلطان؟ طيب. إيه. خلها كذا سكت الشيء خلها كذا على الزرع لا احس بعيد خلها سيده سيده لا 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 شد بعد بعد عشان اشوف الصاد اشوف ايوه شد شد يا ولا ايوه شد صار شوف بعيد الصاد عادي هذه واحده منها حقتي لعل انفحطه شوي الله يرحمها دقيقه سلام عليك الساد يا فنان لعيب لعيب يا بطل اكسره شيلها شيلها قبر اوه اشتري عيان كسر ايش بسم الله اشتري رزقك كسرت كيف يخرق له حسبته بلاستيك بس بخرم يدي يلا الحين زرعتك بعدين اذا شغلنا تشرب من هذا الله انت وين تعال هنا انت المكان حق تعال هنا تعال هنا حدد لك مكان وين بتكون نبتتك هنا هنا طيب انسى لا المشرف عنده خلاص الحين نبتتك ان شاء الله تشرب من هذا احفظ هنا هنا نبتتك امسك كلنا سيده الدعوه طيب اصبر وين تبغى وين يلا يلا بمشي معكم وين وين تبغون يلا والله استاذ لازم حددوا لازم نسوي كذا كذا طيب يلا وين خلاص واحده مثلا عشان ما يكون قريبه مره هنا ادري ما تصفي خلاص ما تبعد تروح وراك عند ال لا خلاص وين وين بتمام يلا دف لي على مكان اللي يبغاه يا قحطاني اللي تبغونه انتم الاول هذا الاول ترى هي خمس نبتات اي هنا شوف انشد لي ما هي بزينه انا كنت كيف ما اتفقنا احنا كذا بنحط هذه أسيدة ما ينفع طيب شوف شوف أربع سيدة طيب شوف يا سار قصيص بدر شوف ها اللي إيه لي بنعطف معك يا شوف بنعطف خلاص أستاذ اسحب من هناك شوف قربة عادي يمديك تسحبه أستاذ أخلي نبي حط لي يا سار سيدة هنا ها خلاص خلاص هنا بالضبط دقيقة خليني أوزعها حط علم علشان النبتة ولا إذا عرفتوا أنتم إذا حطيت الراس حق التقطير أبعدها إذا حطيت راس التقطير خلاص تزرعون النبتة يا يمين ولا يسار قريب منها تم خلاص دائما بتكون بالجهه دي هنا 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 اسمع واحده واحفروا احفروا للي من تحت ودفوا التراب عليه مو تدفنونه يعني بطلب من استاذ اي انا قلت استاذ استاذ لا عشان تثبتون اللي بس اي انا قلت قال هذا لا استاذ ليه مو دفن استاذ
نبي هذا يسار، نبي الاحمر يسار عشان نحط اللي تحت، يقول يسار. لا اقصد كذا بس مسار زي كذا نثبت اللي بس. اي انت تستخدمه؟ لا المشرف يستخدمه. لا رجال لا شيء لحد ما تستخدمه. خلاص يس. لا حنا ولا هم عندنا مشرف. برا برا ابعد ركبتك. اسمح لي يا يا فك يلا سوي هذي بس عشان نثبته زي كذا. يلا يلا ايوه صوتك بس عطني سبح في المناك. لا 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 ممنوع. طب هذا خليه هذا سمعت الاستاذ ترى بيخصم علي وعليك. طب هذا هذا يا استاذ مايتي هذا نحفر ولا لا؟ شوف الراس هذا تحط قل له بدر يا بدر شوف الراس هذا هو تم. حق الجهاز التقطير يا تحط النبته هنا ولا هنا خاص بالوسط على كيفكم. الثاني يلا نرفن الساعه هذا الثاني وينه؟ الثاني اسحب الجهه ذي. لا مو بعيد مره لان عندكم خمسه نبتات بيخلص اللي بتروحون هناك قربوها. طيب الثالث والرابع والخامس ورا بعض تكون؟ لا الثالث هنا استاذ عبد الله محادي لا كذا يا استاذ. لا لا دفنت تفر يا محمد كذا يا استاذ محمد محمد استاذ محمد بدر ركز لازم نحطها هنا اقلها. ايه لان لي ما باقي ثلاثة واربعة وخمسة لا 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 بدر احنا حافظين. لا بس واللي بعده وين؟ ها اتفقوا طيب انا قاعد اتكلم. احنا اتفقنا كل مونا سيدة. لا سيدة ما ينفع كلنا كلهم حاطين سيدة. لا ما يستخدم اهل الصغار يقول الاستاذ محمد ممنوع. خلاص ابيجيكم احفر لكم ما عليك. يلا يا ها اتفقوا سيدة خلاص تم هنا اتفقوا في مكان واحد خلاص كلنا اتفقنا انا وانت. عطني الراس يا انا ما اتفق. شوف خلاص بابا لا محط كذا. شوف شوف حدودك قلب قلب قلبك كيف يا عبد المحسن ترى قلب كذا. يا اخي اشتغلوا مع حسن بربع ريال خلوا اشتغل خلوا نسال لا خلا قوية بس طالع علم اللي يسام عليك. يا السلام تخرج وانا بدخل خلا 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 اهم شيء عشان تضبطون المسار انتم لانه لان المسار فيه تعب. هذه كذا اشتغلوا فيها. شوف يا هذه كذا مفتوحه عادي يا صاد. يلا يلا بسرعه بسرعه مفتوحه يا صاد عادي عشان الوقت يسعفنا ويسعفكم. يلا مفتوحه يا صاد عادي يا ولد كذا تتقفل خلاص. يلا وانا هذه الثنتين بس اخذتوا مساحه ترى طويله غلط بيخلص اللي وحنا ما حطينا خمسه. وين الحين اللي بعدها سريع؟ طيب هذه الثالثة الرابعة والخامسة خامسة. سعاد العشاء. أستاذ أقسم بالله قلبي. سعاد تكفى العشاء تكفى. طيب هو المغرب العشاء. ما أدري أستاذ كيف؟ عشانك وقفت عندنا مرتين أستاذ زين شبابك. فاصلة. دقيقة سك ترى ذي شباب الغوض محتاج هذي لبضة كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تبيها؟ أغنية هذا ما تبيها مش تا أغنية عادي هذا حق ايش؟ خلاص رقبتي؟ يا استاذ محمد خلاص يا صهيب شو تسوي انت؟ ها؟ شفت؟ شفت الذكي؟ لا تدفن بس مسار بس خلاص. لا 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 صراحة بعدين اوكي هات 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 ال سامي استاذ اودي الفصل هذا يكون معنا يا استاذ حط الفصل خلنا نرجع هنا ترى احنا عندنا صندوق للاغراض في الفصل ضروري ايوه ابغى هذه كلها تروح فيه في الفصل عندنا ايوه صندوق امانات في الاصفر احنا حافظين كل شيء واذا وش مودي اوديها لا لا احنا نتكلم عن اغراضنا لا اغراض الاستاذ ابغى احطها لا بحطها في الدرج حط هناك الدرج احنا نتكلم عن اغراض الفصل الاصفر
لا لا هذه كلها حتى القفازات. لا هذه كلها ايوه القفازات ودي انها تجتمع ما. يلا يا شباب خلصوا. اي خلاص. اي مغرب 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 مغرب. اي والله مغرب. وقت سفره. كل واحد امسك جمع شوف لك كيس وجمعها. ابشر حبيبي والله. هذاك هذاك كيس بروح اجيبه. بس اطلب قفازاتنا اللي حقتنا المصنع. لا لا عيال اللي ماخذ من قفازاتنا يرجعها. انت صح؟ بس انت صح؟ بس. يا اسف ازرق معليش نسيت. ها ايوه برافو. لا قدام كل واحده شوف ذي احفر قدام الورده. برافو. بس هذه ما يجيها مويه وينها؟ القبر الله يحسن الخاتمه. احفر قدام هذا. وين هذه؟ هذه ورده. ما مصلي بالعلك. اي ذبه ذبه انتبه يا اخي خلي القبر. ايش عجل انت عليه؟ ايه اذا قدام كل هذه نبتاتكم ترى قدامكم.